الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع خالد بنت الوليد الجديد الأشغال اليدوية. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير ان شاء الله. النهارده ان شاء الله فكرتنا هتكون من شرايط الستان، اللي هي شرايط الستان اللي هي بتبقى العريضة اللي احنا بنجيبها لتزيين أطقم الملايات، غير الستان الثاني اللي هو رفيع. هنعمل النهارده الفكره منها، الفكره اللي احنا هنعملها ان شاء الله دي هتبقى تنفع معاكي لتزيين اطقم الملايات او مفارش او فوط. ان شاء الله هنعمل تزيين فوط الفتره الجايه باذن الله، او هنعملها زي ما احنا شايفين سلسله افكار اللي هي التوك، هتبقى برده افكار للتوك. هنعمل منها الاشكال الجميله اللي انتم شايفينها دي في منتهى السهوله. شايفين شكلها عامل ازاي؟ طبعا احنا لما بيتبقى عندنا بنشتغل منها لطقم السرير على الخدريات او المخدات بيتبقى نص متر ربع متر، بترجع تيجي تشتري نفس اللون تاني بتلاقي الالوان اتغيرت درجات او النقشه نفسها اصلا، فبيتبقى عندك زي ما انت شايفه كده. وانا فكرت لهم في فكره وبصراحه جربتها ولقيتها ما شاء الله الفكره جميله، فقلت ان انا اشاركها معاكم زي من سلسله يعني المشروع بتاع التوك. هيبقى جميل لو انت عملتي الافكار دي. هنعملها دلوقتي مع بعض بمنتهى السهوله. المقاس على حسب ما انت عايزاه هيعمل لك الورده، يعني انت دي طبقه واحده، في دي طبقتين ثلاثه زي ما انت عايزه. كل ما هتطولي شريط الستان كل ما هتديك درجات اعلى، ممكن تعمليها اكتر من كده. هنشوف الفكره دلوقتي مع بعض ان شاء الله. انا هعمل هجرب معاكم اللون ده، احنا عملنا الالوانات دي، هجرب دي. ناخد المقاس اللي احنا عايزينه، اي مقاس انت عايزاه براحتك انت. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه ومعانا ابره وخيط ومعانا ولاعه زي ما احنا متفقين. سوي التروس كده عشان يطلع معاك شغلك نظيف مظبوط. طبعا لازم يبقى معانا ولاعه في شرايط الستان دي بالذات. انت يا دوب الطرف بس ايه بتلسعيه كده عشان ايه يظبط معاكي. كلها افكار سهله وتقدري تنفذي منها مشاريع ان شاء الله. بصراحة انا فرحت للبنات اللي هم عملوا افكار التوك وقالوا احنا عملناها مشروع والحمد لله ربنا كرمهم فيها. والله ببقى سعيدة لما واحدة تقولي انا نفذت فكرة والحمد لله نجحت معايا. يا رب ان شاء الله كلكم يرزقكم الرزق الحلال يا رب، احنا وانتم ان شاء الله، وتجربوها تبقى الافكار كلها سهلة عليكم. اهم حاجة لو هشتغل بالخيط يبقى الفتلة على اربعة زي ما احنا متفقين. كل اللي انا هعمله انا هاخد هنا اهو، فعايزة تبدأي من هنا من هنا مش هتفرق معاكي. سمي الله كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، تبتدي تشتغلي غرزة سراجة كأنك بتسرجي سراجة عادية، لا هي ضيقة ولا هي واسعة. أهم حاجة أنا همشي على الحرف اللي تحت خالص ده، احنا كل شغلنا هيبقى على الطرف اللي تحت ده. أهم حاجة ما تطلعيش المسافة لفوق، خليكي من تحت كل ما تقدري انزلي شغلك لتحت. أنا هاخد غرزة كده الخيط على أربعة زي ما احنا متفقين، هشتغل الجزء اللي تحت. اهم حاجه ان انا ايه تبقى غرزه سراجه معايا ما تضايقهاش عشان تعرفي تسحبي منها الخيط بعد كده. شايفين ازاي؟ اهم حاجه من تحت تبقى غرزه سراجه. هكمل الشريط كله للاخر وهوريكي نعمل ايه. كده انا وصلت للنهايه اهو، انا كده بدات اهي اول القماشه بتاعتي او الشريط اللي معايا اهو، والخيط بتاعي كله. كل اللي انا هعمله انا هشد الخيط كده زي ما احنا قلنا السراجه بتاعتي، لا هي واسعه قوي ولا هي ضيقه قوي، واشد ايه الخيط. اهم حاجه تشد ايه الخيط. طبعا تخلي بالك بالراحه عشان ده ستان ما ينسلش معاكي، لو شديتي غلط هتبصي تلاقي الخيط اتقطعت واللي انت عملتيه باظ معاكي. ترجعي تظبطي بقى ايه الكشكشه كده وانت ماشيه، شدي شوية شوية وايه وتلميها كده على جنب. بس هي لوحدها بتاخد ايه شكل الوردة، بس انت مجرد ان انت بتعملي المسافات بتظبطيها مع بعض. بصي عاملة ازاي، ادي النهاية. متقطعيش الخيط دلوقتي لغاية ما تشوفي المقاس اللي انت عايزاه. بصي هي دي بتيجي معاكي فوق كده، والباقي هتاخديه تحت منها. شفنا يبقى الدوران ازاي، هي لفه نفسها بنفسي، انت مجرد ان انت بتظبطي بس. شفتي زي ما قلت كل ما الشريط بيبقى طويل بتعمل معاك التانية دي، يعني ممكن لو شريط قصير تديكي اللفه دي بس، التانية ادي كده ثلاثه. انت بتكبري وبتصغري زي ما انت عايزه. ترجعي تظبطي بقى الورده بتاعتك زي ما انت عايزاها
ضم الخيط بتاعك بقى كده وخلاص، احنا عرفنا المقاس اللي احنا عايزينه. انا هخليها على قد ايه، ضمي كده عشان ما تتنش معاكي فوق، ظبطيها اهو. هتاخدي بس غرزة من تحت هنا اهو، معادي تجيبي الابرة بتاعتك ايه دي لسه ما قطعتيهاش، وتروحي ضمها كده اهو للاخر، وتاخدي غرزة تسبيب تحتيها كده بالظبط، وبتثبتي مكان ما يجي الاخر بتاع، انت بتثبتي الغرزة بتاعتك. ممكن تثبتي الدورين او الثلاثة اللي معاكي دول بالخيط والابرة او بمسدس الشمع، احنا هنظبط ونعملها بمسدس الشمع. نقص الخيط بتاعنا كده الاول، لما حاجة الخيط على اربعة ما تلسوش، تسخني مسدس الشمع هتلفي الدايرة بتاعتك كده، هتظبطي برضو ان كل ده احنا هنلزقه بمسدس الشمع. هنختار المنظر اللي احنا عايزينه، مسدس الشمع، وبين الطبقات دي بين كل طبقة وطبقة حط نقطة شمع واحدة، نحط نقطة كده وهلزق والف ايدي كده اهو، وانا ظبطاها عشان نفس الظبطة اللي انا عايزاها متغيرش، برضو بين الطبقات كده حط نقطة صغيرة متكتريش شمع، الستان مش بيستحمل يعني، نقطة صغيرة هتلاقيها ظبطت معاكي. عايزة تقفليها بالخيط والابرة زي ما قلتلك مفيش مشكلة، تبقى جميلة برضو. لما كانت بداية الخياطة برضو نحط نقطة صغيرة عشان بداية الخيط. نيجي للتزيين، اي حاجة بقى فصوصة عندك، بصي استراس خرز دي زراير، بصي احنا حطيناها شكلها في منتهى الشياكة ازاي، يعني ده زرار مش لازم تكسري الجزء ده لان انت بتحطيه مش بيبان. ده كان حاجة عندي في شنطة برضو شلتها حطيتها، بصي شكلها عامل ازاي. اي منظر صغير عندك استعمليه، ممكن حاجات من الورود اللي هي الصغيرة دي، انت تختاري الحاجة اللي تناسبها وتلزقيها في النص، اي حاجة بقى ايه تعجبك انت. حطي جزء من الشمع كده اهو داير ما يدور عليه هنا اهو، الهالون ده يفتحها كده شوية، اضغطي ضغطة بسيطة بس هي مش محتاجة كتير زي ما انتي شايفاها بالمنظر ده. زي ما قلتلك تستعمليها على توكة توق او توكة اللي هي الكليبسات اللي زي دي، احنا عملناها مع بعض، احنا الفكرة دي بتاعت الكليبسات عملناها برضه هفكرك بيها تاني. انتي بتجيبي لو عندك اللي هو قماش مش القماش اللي هو الجوخ، خامة الجوخ، بتاخدي منها قطعة تحطيها على الدايرة دي، تقصي قطعة صغيرة او وقطعة على الكليبسة. طب لو انا ما عنديش اللي هو الجوخ من نفس القماش، لان في ناس قالت ان الجوخ بعيد عندي ما عنديش يعني في المكتبات، هاخد جزئين من نفس الشريط اللي انا بشتغل منه، او حتى لو عاملاها بالقماش مفيش مشكله، نفس برضو الجزئين دول هتقصيهم برضو بولاعه الولاعه اللي عندي، هتعملي نفس الحركه دي عشان ما تنسلش معاكي. هتيجي هنا تحطي جزء من الشمع وهتقصيها على اساس تبقى نفس الايه الورده بتاعتك، لو جت كبيره معاكي قصي الجزء الزياده وارجعي اعمليه بالولاعه، بس خلي بالك احسن انتي من الاول تاخدي مقاس مظبوط عشان شغلك يبقى ايه، شغلك يبقى متقفل حلو، قصي شمعة بسيطة كده والباقي. طيب بالنسبة للكليبسة نفس القصة برضو، بتجيبي جزء من القماشة اللي انتي شغالة بيها هتعمليها برضو كده بالولاعة، اي شغل فتان لازم تعملي فيها الموضوع ده. هتروحي جاية كده اهو تدخليه هنا في النص، ممكن تكبريها اكتر من كده لان احنا عطيناها صغيره، قصي جزء كبير عشان دي صغيره، قصيت جزء كبير والشمع بتاعي بالولاعه بتاعتي انا عملتها، انا بدخلها كده بالمنظر ده، هتقصيها على قدها وتحطي شمع، هتعكسي الجزء ده هتجيبيه هنا اهو وده هتجيبيه هنا اهو، وتحطي جزء من الشمع يعني متوقفيش نفسك اللي عندك اشتغلي بيه، تبقى معاكي بالمنظر ده. الجزء اللي مفيهوش شمع حطي فيه شمع لان هو اللي هيثبتهالك، ترجعي تحطي عليها كلها شمع كده اهو، تركبي فيها الوردة بتاعتك. اهم حاجة في المرحلة دي تضغطي عليها زي ما كنا بنعمل برضو في الفيديو اللي هي بتاعت الوردة اللي على الكليبس، لو انا هعملها على توكة طوق مش هركب الكليبس دي على نفس القماشة دي، انا بركبها على الطوق بنفس الحركة برضو، تبقى معايا بالمنظر ده.
ثبتت معايا في منتهى الشياكه. ومشروع ما شاء الله، يعني افكار التوك دي لسه جديده، ولو عملتيها تبقى لسه حلوه، فكرتها حلوه ان شاء الله. ايه ربنا يكرمكم لو انتم بتعملوا مشروع التوك دي، الفكره دي هتبقى حلوه معاكم. زي ما قلت لك بالزراير، احنا مزينين بزراير، ده زرار عادي. اي استرس عندك حطيه، وبعد كده بتنضفي شغلك من الشمع عشان يبقى شكله حلو. زي ما قلت لك استعمليها زي ما انت عايز، زيني بيها اي حاجه عندك او تعمليها مشروع التوك. يا رب فكره النهارده تكون سهله وبسيطه عليكم ان شاء الله، وتكون استفدتوا منها. واتمنى اللي ما اشتركش معانا في القناه يشترك، وما تنسوش من اللايك. واتمنى اللي يدخل الفيديو يعمل مشاهده كامله عشان تستفادوا منها وتفهموا المعلومه صح. واشوفكم على خير في الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.